نبداو مع درس لي زابليكاسيون، محاور الدرس غنعرفو بعدا شكون هي ان ابليكاسيون، كومبوزيسيون دي زابليكاسيون، ليماج ديريكت، ليماج ريسيبروك، ابليكاسيون انجكتيف، سيرجكتيف، اوبجكتيف. ثم نمر للتمارين. بالنسبه للتعريف ديال ان ابليكاسيون، ان ابليكاسيون اف اي ديفيني باغ سون انسومبل دو ديبار، كيكون عندنا ان انسومبل دو ديبار نسميو مثلا او، اي ان انسومبل داريفي نسميو اف، et une relation f, petite f, qui permet d'associer à tout x, le collier x moins e, par un élément unique y moins f. Donc, les qu'on s'est mis f de x. Comme on sort, un élément y, qui est le f. Donc, l'ensemble des applications de e dans f, on le note f de e dans f. Je m'arrête les applications men e nahwa f. Quelle l'application identité e de e dans le cas men e dans e. Quand x par x, quand on nous a identité de e. بالنسبة لكمبوزيسيون دي زابليكاسيون، إذا كانت عندنا مثلا سوا أو لونسومبل أو إي إف جي تخوا زونسومبل، دونك إف إت أون أبليكاسيون، إلا خدينا إف أون أبليكاسيون دو أو من أو دون إف. J'ai une application de, donc j'ai reconnu l'ensemble de part d'elle, ou l'ensemble d'arrivée d'elle f, donc de, tu as reconnu f dans G. Tu as fait la composée de f et de G et l'application. Donc l'application 2 radicon min e dans g dans g défini par donc 4 x g dl f de x ou bien 4 g rho f de x. سيتضح لنا ذلك اكثر مع التمارين. بالنسبه للمحور الاخر ليماج ديريكت، دونك لا كان عندنا واحد مثلا لونسومبل او وديمونا هو عندنا واحد لونسومبل ا، هذا او هذا ا هذا اف، عندنا هذا لابليكاسيون بتيت اف. دونك هذا ليماج ديال هاد ا وبيان اف دو ا، on l'appelle l'image directe. Donc si A, il a quand on a A, demna E. Bhait had F de A. Had F de A. Fawa kaysa wina F de X. F de X. Bhait li kulli X. Kenta mil A. Donc, sora dial tous les éléments de A. Donc, F de A. Bnisba l'image réciproque. Il a quand on a l'an. واحد بي، واحد لونسومبل بي دي منا اف، كاين مجموعة الوصول. دونك ف ليماج ريسيبروك هي لا بارتي دو او، لا بارتي دو او كونستيتيي بار لي زيكس دون ليماج اي بي، ليماج ديالهم هي بي. دونك هادي ليماج ريسيبروك كنعبر عليها رياديا، اف موان زان دو بي كتساوي لنا اكس، اكس كينتمي ل او، اكس ينتمي الى او بحيث اف دو اكس كينتمي ل بي، ولكن اف دو اكس كينتمي ل بي. دونك هادي ليماج ريسيبروك. بالنسبه لابليكاسيون انجكتيف، ان ابليكاسيون انجكتيف عندنا ان انسومبل دو ديبار او، انسومبل داريفي اف. دونك ا شاك
كلمه بالنسبه لانواع لي زابليكاسيون كنشوفو لونسومبل داريفي اف. الا كان كل عنصر عنده سابق وحيد على الاكثر، يقدر يكون عنده سابق وحيد، يقدر ما يكونش عنده. دونك مثلا هذا ما عندوش سابق، دونك هذه سيتين ابليكاسيون انجكتيف، ما عنده سابق وحيد او ما عندوش. مثلا اعطو مثال، دونك لابليكاسيون من ار بلس نحو ار، دونك اللي كتربط لنا اكس باكس او كاري. دونك هنا كاين عناصر من ار موان في مجموعه الوصول ما عندوش سابق، دونك بالتالي هاد لابليكاسيون هادي سيتي ان ابليكاسيون انجكتيف. ولا كومبوزي دو دو ابليكاسيون انجكتيف كيعطينا اون ابليكاسيون انجكتيف. ولا كانت عندنا جي دو اف، جي دو اف اي انجكتيف، سو سي امبلي كو اف، هاد اف هادي اي انجكتيف. بالنسبه لابليكاسيون سورجكتيف، نذكر بعدا قبل ما نمر على بالنسبه لابليكاسيون انجكتيف كنعبروا عليها رياضيا انه ما يكون اكس و اكس بريم كينتميو ل او كاري، فان اف دو اكس كتساوي اف ديال اكس بريم، تستلزم ان اكس كيساوي لنا اكس بريم. دونك ابليكاسيون سيرجيكتيف كانت عندنا مجموعه انطلاق او، مجموعه الوصول اف، عندنا هاد لابليكاسيون اف. دونك سيرجيكتيف يعني كل عنصر من مجموعه الوصول خصو يكون عنده سابق على الاقل، سابق او اكثر، يكون عنده سابق او يقدر يكون عنده سابقين. المهم كل عنصر عنده مثلا هذا العنصر هذا عنده سابقين، هذا عنده سابق، دونك كل عنصر عنده سابق على الاقل، يعني يكون عنده سابق واحد او اكثر. كنعبروا عليها رياضيا بالكتابه الاتيه، دونك مهما يكون إيغريك كينتمي لإف، لكل عنصر من إف فيوجد واحد الإكس كينتمي لإو، تال كو إف دو إكس كيساوي لنا إيغريك. دونك مثال أبليكاسيون هاد ليدونتيتي دو إو فهي سيرجيكتيف كذلك انجيكتيف. مثال أبليكاسيون سيرجيكتيف، مثلا الأبليكاسيون دكات من ار نحو ار بلس اللي كتربط لنا اكس باكس كاري. نلاحظوا ان جميع العناصر، لان اكس كاري جميع العدد كتعطينا موجبين، بالتالي فجميع العناصر عندها سابق او سابقين، تلقى اي عنصر عنده سابقين. دونك هذه سي اون ابليكاسيون سيرجيكتيف. لابليكاسيون لا كومبوزي دو سيرجيكسيون يعطينا ابليكاسيون سيرجيكتيف. الا كانت عندنا عاود جي دو اف سيرجيكتيف، فهذا كيعني ان جي هاد جي هي سيرجيكتيف. راينا الا كانت عندنا جي دو اف انجيكتيف فهذه اللي في لانتيغيور هي اللي انجيكتيف، ولا كانت عندنا جي دو اف سيرجيكتيف فهذه اللي في ليكستيريور هي اللي سيرجيكتيف. دونك بالنسبه لابليكاسيون بيزيكتيف، اون دي كون ابليكاسيون اوبجيكتيف الا كانت كل عنصر، دونك الا كانت على فوا انجيكتيف اي سيرجيكتيف، اي كل عنصر من مجموعه الوصول عنده سابق وحيد. دونك باغ اكزومبل لابليكاسيون، هاد لابليكاسيون اللي كتربط لنا من ار بلس نحو ار بلس، اللي كتربط لنا اكس باكس او كاري، دونك سي اون بيجيكسيون. لا كومبوزي دو بيجيكسيون اي اون بيجيكسيون بيان سور،
la composée de G et de F objective. يعني إذا كانت عندنا جي دو اف objective فهذا كيعني أن جي هاد جي هادي سيرجيكتيف وهاد اف اي انجيكتيف. مرة التمارين أو نذكر بعدا بواحد الحاجة قبل من مرة التمارين. إذا كانت عندنا أن أبليكاسيون اف دو او dans f objectif, si seulement il existe une application de f. Là, quand on a une application de f dans e, notez f moins 1 tel que f moins 1 de f, que ça on a l'identité donc de e. F l'ensemble de départ de f ou e. Et f of f moins 1 on a l'identité de f. L'ensemble de part de l f moins 1 ou f. Donc on marche à marine. Ta marine redonne le contrôle de l'algèbre. Donc ta marine qui est les applications au match marine l'eau ou ta marine tani. Alors, soit les applications f et g définies par donc f min r plus nahwa r, katabtna koul x b x. Donc, g min r nahwa r, katabtna koul x b x. Donc, f est-il injectif, surjectif, bijectif, justifié. Donc, ce est le rôle qui talq b f. Donc, awalan, qbel man nabra al dalik riyadiyan, kallahdo anna. باش نعرفوا النوع ديال لابليكاسيون كنشوفوا مجموعة الوصول. دونك هنا ار كتربطنا كي اكس باكس. دونك كاينين بعض العناصر لي نيجاتيف ما عندهمش السابق ديالهم وبالتالي ولكن جميع العناصر الموجبة عندها سابق. دونك هادي سيت اون ابليكاسيون انجكتيف لان كل عنصر مجموعة الوصول عنده سابق على الاكثر، اما عنده سابق او ما عندوش. بالنسبه للسيرجيكتيفيتي كنلاحظوا ان الاعداد السالبه ما عندهاش سابق، دونك سوني با اون ابليكاسيون سيرجيكتيف. دونك ما انجيكتيف اي با سيرجيكتيف، دونك اون كونكلو كو سوني با اون ابليكاسيون بيجيكتيف. طبعا نعبر على هادشي رياضيا. دونك بالنسبه للانجيكتيفيتي الوغ هناخدو عنصرين سواء اكس اكس بريم كينتمي هو الار من ار مجموعه الانطلاق من ار بلس. دونك عندنا اف دو اكس كتساوي لنا اكس اي اف ديال اكس بريم كتساوي لنا اكس بريم. دونك كيلكو سوا اكس اكس بريم كينتمي هو الار بلس فان اف دو اكس كتساوي f دو اكس بريم كتستلزم لنا. امتى هاد f دو اكس كتساوي لنا f دو اكس بريم؟ فقط الا كان هاد اكس كيساوي لنا اكس بريم، دونك كتستلزم لنا اكس كتساوي لنا اكس بريم. وبالتالي فهاد لابليكاسيون سي اون ابليكاسيون انجكتيف. بالنسبه لا سورجيكتيفيتي نعتمدو على التعريف ديال لا ابليكاسيون سورجيكتيف. دونك هاي une application f est surjective فقط اذا وفقط اذا كان مهما يكون y كينتمي ل f فانه يوجد واحد العنصر x كينتمي ل e تاد كو y كتساوي لنا f دو x. اذا كان شي عنصر واحد ما عندوش السابق ديالو دونك فتكون ما سوني بوز اون ابليكاسيون سيرجيكتيف. الوغ دونك كنلاحظو ان يوجد واحد الإيكغيك كينتمي إيكغيك أي عنصر أصغر من الزيرو ما عندوش سابق. دونك يوجد إيكغيك أصغر قطعة من الزيرو بحيث مهما يكون إكس كينتمي ل R بلس فإن إيكغيك كيخالف لنا هاد إكس. دونك جميع الأعداد الأصغر قطعة
تحت علامة الزيرو فهي لا تملك سابقا. ويكفي فقط نكون هنا العنصر واحد ما عنده السابق باش نتنجم بأن هاد لابليكاسيون لي با سيرجيكتيف. دونك كونكليزيون هاد اف ني با سيرجيكتيف. دونك انجيكتيف اي با سيرجيكتيف. اون كونكلي كو اف ني با بيجيكتيف. بالنسبة للسؤال الموالي دونك نسخ الصفحة. Déterminer s'il existe les applications f de g et g de f. Donc, bnis balade. Là, quand je vois l'ensemble de départ et d'arrivée de chaque application. Donc, adna bnis balade f. Adna f. Men r plus. Nahwa r. Donc, au g. من R نحو R. دونك كتربطنا هاد F كل عنصر X ب X و G كذلك كتربطنا كل عنصر X ب X. دونك كنلاحظو أن لونسومبل دو ديبار دو G هو لونسومبل داريفي دو F. دونك هنا يمكننا نسنجو أن كاينة واحد يمكن تكون عندنا كومبوزيسيون دو de deux applications. Donc c'est-à-dire on a G de F. Donc G de F reconnaît G de F définit une application men R plus. Donc G de F katkon men R plus nahwa R. Donc définit de R plus nahwa R. Donc par katrbtna X par g dial f de x. Donc katsawina g de x katsawina x, c'est à dire g de f ma'rfa min r plus nahwa r w katrbtna kol ansar x x. بالنسبه ل g de f هيا تحققنا منها موجودة. بالنسبة ل F دو جي واش ممكن؟ كنلاحظو أن لونسومبل داغيفي دو جي هو R و لونسومبل دو ديبار ديال F هو R بليس. دونك ميمكنش تكون عندنا هاد جي دو F بحال السباق ديال التناوب. واحد المتسابق فاش كيوصل هداك دو بوان داغيفي ديالو هو نقطة البداية ديال المتسابق اللي غيجي من بعد منه. دونك اللي غياخد عندك عنو داك المشعل وهكذا. دونك بالتالي هادي ما يمكنش تكون عندنا هاد جي هاد اف اوف جي لان لونسومبل دو ديبار دو اف عندنا لونسومبل خصو يكون هو لونسومبل داريفي دو جي و لونسومبل داريفي دو جي هو ار و لونسومبل داريفي دو ديبار دو اف هو ار بليس. ميمكنش تكون عندنا هادي. مرة التمرين الموالي بالنسبة للتمرين الأخير عندنا اف تطبيق من ار بليس نحو المجال واحد بليس لانفيني اللي كربطنا اكس ب اف ام دي اكس اللي كتساوينا ام ناقص واحد او كاري في اكس او كاري زائد. ديسكوتي سويفون لي فالور دو ام لانجيكتيفيتي دو اف ام السوجيكتيفيتي دو اف ام ثم واش امتى هاد اف ام كتكون بيجيكتيف اي ديتيرميني دون سو كا الا كانت بيجيكتيف لابليكاسيون اف موان زان دو ام. دونك هنا بطبيعة الحال غندرسو حسب القيم ديال ام. دونك السؤال الاول نعتمدو على التعريف ديال لانجيكتيفيتي. الوغ اف ام اي انجيكتيف هذا يكفي ان مهما يكون اكس و اكس بريم كينتميو لار بلس او كاري. دونك خصو يكون عندنا ما يلي ان اف ام
2x كتساوي لنا اف ام دو اكس بريم. اذا هذا يستلزم ان x كيساوي لنا x بريم. دونك عندنا اف ام دو اكس كتساوي لنا اف ام دو اكس بريم. دونك هذا يستلزم ان ام ناقص واحد او كاري في اكس او كاري زائد واحد كتساوي لنا ام ناقص واحد او كاري في اكس بريم او كاري زائد واحد. دونك هذا يكفي ان ام ناقص واحد او كاري عامل لاكس او كاري ناقص اكس بريم او كاري دونك كيساوي لنا زيرو. الان نقشو حسب الحالات. اذا كان ام كيساوي لنا واحد دونك سي ام كيساوي لنا واحد دونك هذا التعبير. بالتالي اذا كان ام غتولي عندنا الداله ثابته اف ان دو اكس دونك اف ان دو اكس كتساوي لنا واحد. اف ان دو اكس كتساوي واحد كتساوي لنا اف ان دو اكس بريم. دونك كذلك اف ان دو اكس بريم كتساوي واحد. بالتالي كيلكو سوا اكس و اكس بريم غنوجدو ان اف ان دو اكس كتساوي لنا اف ان دو اكس بريم. بالتالي ما غتكونش اون ابليكاسيون انجكتيف في هاد الحالة هادي. الا كان عندنا الان سي ام تخالف لنا واحد دونك الا كانت ام كتخالف لنا واحد دونك عندنا هاد ام ناقص واحد او كاري في اكس او كاري ناقص اكس بريم او كاري كتساوي لنا واحد. دونك هذا يكافي ان سي ام دونك ام تخالف واحد. يكافي ان هاد التعبير هو اللي كيساوي الصفر اي ان اكس او كاري ناقص اكس بريم او كاري كتساوي لنا زيرو. دونك يكافي ان عفوا تستلزم ان اكس كتساوي اكس دونك ناقص اكس بريم عامل لاكس زائد اكس بريم كتساوي لنا زيرو. تستلزم ان اكس كتساوي لنا اكس بريم لان هاد الحالة الثانية اكس كيساوي لنا موان اكس بريم دونك غير ممكنة امبوسيبل لان قلنا اكس و اكس بريم كينتمو ل ار بلس. دونك وبالتالي الا كان ام كيخالف لنا واحد فهاد اف ام فهي سيتي ابليكاسيون انجكتيف. مرة السؤال الموالي. دونك الان بالنسبة لا سيرجيكتيفيتي دو نذكرو بالتعريف ديال اف سيتي ابليكاسيون سيرجيكتيف. دونك ديفينيسيون اف ام اي سيرجيكتيف. دونك هذا يكافي ان مهما يكون اكريك كينتمي لمجموعة الوصول اللي هي واحد بلس لانفيني فانه يوجد كيملك على الاقل واحد سابق يوجد واحد الاكس كينتمي لار بلس تلكو اف ام دو اكس كتساوي لنا اكريك. دونك نختارو سوا واحد الاكريك كينتمي المجال واحد بلس لانفيني نحلو هاد المعادلة هادي ليكواسيون. دونك اف ام دو اكريك كيساوي لنا اف ام دو اكس. دونك هذا يكفي ان اكريك كيساوي لنا ام ناقص واحد او كاري في اكس او كاري زائد واحد. دونك هذا يكفي ان اكريك ناقص واحد كيساوي لنا ام ناقص واحد او كاري في اكس او كاري. دونك الان نشوفوا الحالة الا كان ام ناقص واحد كيخالف الزيرو يعني الا كان ام سي ام كيخالف لنا الواحد. دونك الا كان ام كيخالف لنا الواحد دونك حنا كنبحثو على هاد الاكس هذا. دونك فهذا يكافي ان فوان هادي دونك سوا جانبا دونك ام سي ام كيخالف لنا الواحد. دونك نبحث عن الاكس فان اكس كاري كتساوي لنا ام دونك كتساوي لنا اكريك ناقص واحد على ام ناقص واحد او كاري. دونك هذا يستلزم ان اكريك اكبر قطعه اكريك ينتمي لهذا المجال.
دونك بور إيكغيك أكبر قطعة من واحد، دونك نختارو إيكغيك أكبر قطعة من واحد، دونك هذا كيستلزم لنا أن إكس كيساوي لنا بلس أو موان ديال إيكغيك ناقص واحد على إم ناقص واحد أو كاري. دونك بالتالي فلكل إيكغيك، دونك بما يكون إيكغيك من هذا المجال هذا، فيوجد إكس كينتمي لإر بلس، دونك كينتمي لإر بلس عفوا، دونك لكل كل إيكغيك من هذا المجال، فيوجد واحد إكس كينتمي لإر بلس تلك إكس كيساوي لنا بلس أو موان لا راسين دو إيكغيك ناقص واحد على إم ناقص واحد أو كاري. بما أن حنا كنبحثو على إكس من إر بلس، دونك غنختارو دونك يوجد واحد الإكس كيساوي لنا لا راسين دو إيكغيك ناقص واحد على إم ناقص واحد أو كاري. وبالتالي إلا كان إم كيخالف الواحد فغنوجدو أن هاد إف إي سيرجيكتيف. وبالتالي الحالة إلا كان إم كيساوي واحد دونك ألوغ أون فا تخوفي إف إم، إلا كان إم سي إم كيساوي سي إم كيساوي لنا واحد، on va trouver que y كتساوي لنا واحد، دونك التعبير عطينا الزيرو يعني y كيساوي لنا واحد. دونك بالتالي فمهما يكون y الى خدينا الان y كينتمي لهذا المجال المفتوح واحد بلوس لانفيني، اذا هاد العناصر هادو ما عندهمش سابق، اي عنصر من هذا المجال ما عندوش سابق، دونك كيلكو سوا x من r بلوس. دونك الا كان ام كيساوي واحد غتكون عندنا هاد اف ام ني با سوبجيكتيف، ام كيخالف واحد فان اف ام انجكتيف سوبجيكتيف، بالتالي فهي غتكون بيزيكتيف. بيزيكتيف يعني كتقبل واحد الداله عكسيه، دونك انا نرمزو لها بما يلي، دونك اف مو دونك اف موان اف ام موان زان، دونك غتكون مازال الانطلاق ديالها هو واحد بلس لانفيني، دونك فيغ ار بلس. وكتربط لنا كل اكس بهاد لا راسين دو اكس ناقص واحد على ام ناقص واحد او كاري. شكرا لكم على المتابعة، حين نلتقي مع تمارين اخرى، اعتذر اذا كان شي خطا ولا شي معلومه، دونك سرعنا في التعريف ديالها. شكرا لكم على المتابعه، نلتقي مع تمارين اخرى.